الفكرة عم يقول لي let A B be an straight line. ماشي رح ارسم straight line A B. طلع لنا بالتالي. رح نرسم. هذا straight line A B. ماشي. وقرا شوية. هيدا الـ A B. خليكم معي. بدي احط الـ AM بشكل انه اكيد الـ AM على straight line AB بشكل الـ AM على AB ايكوال 3 على 2 كمان نفس الطريقة بيجي بعمل ري AX مثلا ماشي على الـ AX شو لازم احط 3 units و 2 units ماشي رح اعملهم بالبيكار لهول 3 units و 2 units قلت قبل شوي نفس الطريقة خليكي معي يا استاذ ها هيدي الابرة حطيناها على A هيدي اول unit هاي الثانية وهي الثالث، هلا انتم مش مبين ان انا مش عم بكتب بس انا شفت انه شحط على اللوح بدي اعلم لكم اياهم، هاي الاولى، هاي الثانيه، وهي الثالث، بس الاسماء النقط وين بدي احطهم؟ فوق عند عند الثانيه والثالث، عند الثانيه رح اسميها اف وعند الثالث رح اسميها شو؟ مثلا اي، طيب مين اللي بدي اوصلها بالبي؟ كنت بعلمها نعم اللي بدي اوصلها بالبي هي تعيد التو نعم مين تعيد التو؟ الاف بوصل هلا الاف بالبي بيجي بعمل بعدين بارلل ان شاء الله هاي الاف رح وصلها بالبي ماشي الاف وصلتها بالبي بيجي كمان من الاي شو لازم اعمل؟ بارلل على الاي بي قلنا بنرسم بارلل يوزنج ذا سيت سكوير بنرسم بارلل يوزنج ذا سيت سكوير حط المسطرة على الاف بي هاد والمسطرة الثانية من وين؟ من فوق من فوق ايه من فوق ثبت المسطرة اللي فوق هيك وبعتبر اللي تحت سيارة عم تمشي على الطريق الفوقاني لنوصل لوين؟ لعند ال الاي لعند الاي وصلنا لعند الاي بشيل هالمسطرة اللي فوق وثبت اللي تحت ايه زي حظ يلا ماشي بعدها منيح وبرسم بارلل هذا البارلل لازم يقطع الاي بي بنقطة اسمها ام كيف بده يقطع هيدا الاي بي؟ منطول الاي بي برافو منطول الاي بي منطول الاي بي هيدي شو هي النقطة؟ بتكون هي الام اللي بده اياها، ماشي؟ كمان نفس الطريقة فيني ارسم الام من ميل الثاني كيف برسمها من ميل الثاني بيعمل ستريت لاين، اوكي؟ بعد شوي برسمه، فحسيت بالكونستراكشن هون بنقول له درو، اكتبه لشوف، درو اني سيجمنت اي بي اي بي ماشي؟ بعدين درو ري اني ري شو اسمه؟ اي اكس كمان لوكيت 2 بوينتس من هنا اف اند دي اون اي اكس such that انه اي اف ايكوال 2 والاي اند اي ايكوال 3 شايف؟ بعدين عملنا جوين اف 2 وصلنا اف بالبي والاي بالام بعدين لا مش الاي بالام الاي رسمنا بارلل على الاف بي ثرو ثرو بي دروب The parallel to draw the parallel to FB. The cuts. شو cuts شو؟ parallel رسمنا إن اللي راح يقطع ال AB. cuts AB at. cuts أي AB straight line ولا segment؟ straight line. straight line لأنه من بريد segment AB. شو cuts AB at. Then صار عندي parallel صار فيني طبق Thales theory Then by Thales شو بدنا نقول؟ انه الـ AM كيف نبلش هو بده شو AM على AB بقول AM على AB شو لازم يسوي من هون؟ AE على AF احسنت AE على AF ماشي؟ مثل بلشت الكبيرة على الصغيرة هون كمان الكبيرة على الصغيرة Then AM على AB بتساوي ايكوال اي اي على الاي اي اف على الاي اف ايكوال شو 3 على 2 واضحه هيدي هي كمان فينا نرسمها من برا هيدي فينا نرسمها من برا نفس الطريقه بس نحط شو من ميل برا يعني ما بتكون من هون بتكون من هون شو بنعمل قلنا نحط اول شيء نفس الطريقه اول شيء شو برسم سيجمنت اي هذا سيجمنت اي بي ماشي برسم ستريت لاين لفوق ولتحت هون بتسميها اكس برايم وهون اكس فوق شو بدي احط اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة لانه انا مش عارف بيجي بعمل خطة ما هي هيدي شكلها رح يطلع شو؟ فيرتيكال اوبس مش هيك؟ الاي بي هون صح؟ المفروض هون شو بيكون؟ شو بده يكون هون؟
ام مظبوط لمبه الطب بنهايه المائده. طيب هو عم يقول اي ام على اي بي ايكوال اي ام ايكوال 3 على 2 اللي ما بين الاي ام واللي بين 3 يعني 3 من تحت يعني من فوق ماشي واضح ولا لا؟ اي ام على اي بي بتقول 3 على 2 حسب معي هو يعني 3 من تحت فبيش هيك كمان بالبيكار بعين 3 يونتس من الاي منزول و2 يونتس من الاي والطلوع واضح ولا لا؟ 2 من الاي والطلوع نفس الفتحه هون هاي وحده وهي 2 معش عم بكتب القلم للاسف هاي 2 هاي وحده 2 3 واحد اثنين واحدة اثنين ثلاثة ماشي هاي اكس بلان طيب ايه هلا مين بدي اوصلها هاي اللي فوق لنا هاي التو شو بنسميها؟ اي اي اف قصدي اف هاي بنسميها يلا هون هاي دي اف وهي دي تعد الثري من تحت اي اي مين اللي بدي اوصلها بالبي؟ الا اي الاف بي بدي اوصلها بالبي هي التو اي الاف يعني ايه نوصل البي بالاف نرجع بنرسم برا للاف بي كيف برسم برا للاف بي؟ حط المصدر على اف بي ماشي وهيدي شو من فوق ثبت لي فوق وصحتين ونوصل لعند وين لعند مين؟ لعند الاي لعند الاي لا حول ولا قوة الا بالله خلينا نمشي عليها من فوق خلينا عليها من فوق هاي المصدر ثبتناها بننزل عند الاي بدل ما نشوف لنا فيديو الاستيز هذا ماشي هاي رسمنا البارلل ماشي بنطول هيدا البارلل شوية بنطول هيدا البارلل شوية وهيدا ستريت لاين بنرجع بنطوله لهون مطرح ما التقوا بتكون شو؟ هلا هيك شو بصير؟ عندنا الـ AB على وبلش AM على AB ايكوال 3 على 2 لحظة الكونستراكشن شو راح تكون؟ وي درو أني سيجمنت AB وي درو ستريت لاين اكس برايم AX اون AX AX هيك AX هيك اون AX وي بوت بوينت اف such that AF ايكوال اند اون AX برايم وي بوت such that AE ايكوال 3 بعدين شو عملنا؟ Parallel join join us to be بعدين parallel parallel to us be it cuts a b a b am then by then شو بنقول مثل ما بلش am على a equal a b على a equal 3 over 2 نفس الكلام اللي حكيناه هونك ماشي الحال هيدي هي